طيبين. طبعا الشوربه وجبه اساسيه في رمضان على كل ترابيزه، فالنهارده هنعمل شوربه كتير لذيذه وطبعا مغذيه ومفيده لانها بتحتوي على البروكلي، وكلنا عارفين طبعا فوائد البروكلي قد ايه مهمه. هنعمل الشوربه بمكونات كتير بسيطه وهتطلع طعمها كتير لذيذ ان شاء الله وهتحبوها. المقادير هتكون كيس من كريمه الدجاج، اربع اكواب من كوب كريمه، كوب حليب، كوب ميه سلق البروكلي، كوب ميه. هنعوز بروكلي مسلوق، هنعوز شويه جبنه بارميجان، وهنعوز بطاطس واحده بطاطسايه مسلوقه مكعبات مقطعه، هنعوز رش جوز الطيب وملح وفلفل. نبتدي نعمل المقادير مع بعض. اول حاجه هنعملها هنحط طبعا الشوربه اللي عندنا في الحله اللي هنطبخ فيها الشوربه، هنضيف الميه البارده، بنقلبها كويس طبعا علشان كل الكلاكيع اللي فيها تذوب، وما ينفعش نحط خالص ميه سخنه، لازم الميه تكون بارده. لو حطينا الميه سخنه على البودره هتكلكع عنها. تمام، اوكي. دلوقتي هنضيف الكريمه كتير بتدي طعم للشوربه، والحليب طبعا كده بقت مغذيه جدا، وهنضيف كمان ميه سلق البروكلي كده بنعزز النكهه اكتر، وبناخد كل فوائد البروكلي اللي كانت نزلت في السلق هناخدها كلها نحطها في الشوربه بتاعتنا. طبعا الشوربه متبله بس احنا هنزود لها شويه جوز الطيب زي ما قلنا. هنضيف البروكلي بس دلوقتي، جزء من البروكلي هنضيفه والجزء الثاني هنخليه بره عشان نخليه صحيح، انما الجزء ده هنهرسه. دلوقتي خلاص ابتدت تغلي عندنا، هنهرس البروكلي. طبعا احنا حاطين بس نص كميه البروكلي هي اللي هنهرسها كده، احنا بنعزز النكهه اكتر وفي نفس الوقت بتدي لون اخضر لهذه. تمام، اوكي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنضيف البروكلي اللي فاضل عندنا عشان احنا ده عايزينه زي ما هو صحيح، وهنضيف البطاطس المسلوقه، اوكي، وهنضيف شويه ملح وشويه فلفل، هنضيف رشة من جوزة الطيب. طبعا كله لما بيتطحن طازة بيبقى كتير طعمه أحلى وبيفرق الطعم كتير. اوكي، هناخد شوية من الجبنة البارميجان اللي عندنا هنحطها جوه، والباقي هنخليه على الوش. الجبنة البارميجان كتير بتليق على البروكلي. خلاص هي كده تقريبا، ريحة تجنن يعني لو تشموا الريحة تبقوا عايزين تشربوا منها حالا. تمام، هي كده عندنا خلصت، غير ان طعمها لذيذ، كل مكوناتها مغذية. هنغرفها الطبق عندنا، شايفين اللون؟ خلينا نحط شوية جبنة بارميجان على الوش بشكل حلو كده. تمام، بالهنا والشفا.